كرة ملعوبة طويلة وأمامية الآن أحمد خميس في محاولة داخل منطقة الجزاء. أحمد كرة ملعوبة خطرة جول جول خطأ كبير من جانب حارس المرمى وثالث الأهداف للنادي الأهلي الآن عن طريق اللاعب أحمد خميس. أحمد خميس خطأ كبير يتحمله حارس المرمى. عندك هذه يا محسن، عندك هذه خطأ كبير بالفعل لحارس المرمى، يتحملها تماما بنسبة 100% حارس المرمى أحمد هلال. يعني كرة غريبة تماما. أحمد خميس إذا يضيف الهدف الثالث الآن للنادي الأهلي. محمد ثلاث الأهلي.